إخوان، السلام عليكم. تبارك الله عليكم ومرحبا بكم في فيديو جديد، ديما الاستفادة إن شاء الله معنا. بالنسبة اليوم الفيديو ديالنا هو بالنسبة للبلاياج، اللي بغى يدير البلاياج الكونتور ديالو. فالطريقة سهلة إن شاء الله، نوريكم كيفاش. بشرط أنه يكون عندك هذا الكونتور، إما داك بوش إما داك النوفو ديال الباسيفيك ديال باسات، إما يكون عندك هاد الفي دي أو إيمو 3 حتى العادي، ولكن هو راه عادي، ولكن الماركه ديال الموتوميتر في دي او ايموترو، فتا هو كيخدم له هذا البلاياج. فالطريقه اللي غنخدموها ان شاء الله، اللي غادي نحاول نشرحها لكم. فاول حاجه غادي ناخذ الكاكا ال ديالنا، وغادي نبرونشيوه مع البيسي ديالنا كما كتشوفوا، كاكا ال الزرق. وغادي نمشيو هنايا لهذا البروغرام، هذا الفاغ اي بروم، هذا هو اللي كيقرا لنا هاد لي بروم ديال الكونتور. ف غادي نمشيو هنايا، غادي نقراو اول حاجه، نقراو هاد لي بروم ديال الكونتور ديالنا. فانا كيما قلت، بشرط يكون عندك داك الباسيفيك نوفو ولا بوش، ولا يكون عندك ديال الباسات، ولا هاد الموتوميتر في دي او ايمو 3، هما اللي كت عليهم التعديلات. ممكن دير عليهم البلاياج، ممكن كتضيف عليهم تعديلات كثيره. فاحنا غادي نهضروا غير على البلاياج ونشوفوا شي حاجه الا بغينا نضيفوها. فاول حاجه نقراو الايبروم ديالنا بهذا الفاغ ايبروم بروغرام 1.19، فراه موجود. واللي بغى هذا البروغرام ولا يراسلني، مرحبا، نعطيوه له، نصيفطوا لهم في واتساب ولا مرحبا بكم. ولكن راه موجودين هاد لي بروغرام، كاينين، الا قلبتي غتلقاهم، تيليشارجيه. كون عندك هاد الكاكا ال وغتخدم به ساهل. هذا راه ما تعطلش هذا الكونتور. كاين شي كونتورات راهم كيتعطلوا، كاين اللي كيدي ساعه ساعه ونص، هذا راه ما يبان لي ما تعطلش. فهو قرا لنا الكونتور ديالنا، ها هو جاب لنا لي بروم ديالو كاملين. وكيما قلت لكم، هذا ماركه في دي الفيديو الايمو 3، الا ما كانش ايمو 3 راه ما يمكنش دير عليها التعديلات. فهنا كيعطينا اللوجين ديالو ديال السوارت، وهنا الفين ديال الطوموبيل ديال الشاصي. هنا الكونتور. هنا الا جبت شي كونتور جديد وبغيت دير ترد الكونتور نفس الكيلومتراج اللي عندك في الكونتور، فكتردو، ماشي مشكل. حنا دابا غنمشيو كما قلنا، غادي نمشيو دابا، غادي نحافظ نخرجوا من هنا، ولكن غادي بعدا نحافظوا على هاد الابروم ديالنا، باش الا بغينا نردو الكونتور ديالنا كي كان ما عجبوناش الاضافات ولا رجعوا. غادي نسميوه حنايا مثلا الايمو 3، الايمو 3 ايمو 3، وغادي نخليوه عندنا نروجستريوه، وغادي نخرجوه من هنايا. ودابا غناخذوا هذا البروغرام، هذا داتش دومب ايديت، هو اللي غادي نقراو به. غادي نفتحوه وغادي نمشيو هنايا لهاد في ريجستريوه في المكتب، هذا الايمو 3 هو هذا كيخرج بهاد الصيغه ديال البين، وغادي نديرو له اوفرير. دونك صافي، هو هذا فتح لنا في هاد الداش دومب ديالنا. دابا هنا ممكن نديرو الاضافات اللي بغينا حنايا، كاين هنا اضافات كثيره. ممكن هنايا هاد البلاياج، هو هذا هنا الميساج ديال ويلكم كيتكتب عندك ملي كدير كونتاك. هنا ممكن تزيد في الوضوح ديال الشاشه، الا كانت عندك الشاشه ما بايناش مزيان فممكن تزيد فيها. بزاف ديال التعديلات هنا، الا بغيت تزيد تبين الساعه ولا تزيد تبين الكونتور. هنا كذلك كاين اضافات، الا بغيت تزيد تصحح النيفو ديال الفيول اولا ديال السخونيه، اولا تحيد داك السيني ديال الكرويزي ديال السياقه ديال الكرويزي. ممكن تزيد بزاف د الحوايج. حنا غادي نزيدو هنا غير البلاياج اللي هضرنا عليه، اللي هو هذا النيدل. وغادي نزيد واحد الاضافه اخرى هنا، مثلا نزيدو هنايا نديرو ليكوي يبقاو شاعلين ديما، هاد ليكوي هادو يبقاو شاعلين ديما. دونك صافي، هاد جوج اضافات اللي درنا بارك علينا. ممكن نزيدو حتى فداك الوضوح ديال الشاشه، ولكن غادي نطولو الفيديو بزاف الا بقينا في هادشي. فمن هنا وغادي نديرو هنا ستار، فكي كيقول لنا هو غادي نرجستري نيو اي بروم ايمو 3، كيزيد له هاد النيو هادي ديما، فكنقول له اوكي. وغادي نولي نرجع دابا لهاد الايبروم ديالي هنايا، نعاود نفتحو، غادي نمشي لهاد الفيل هنايا،
غادي ندير اوبن. راه عندي هذا نيو اي برو، نيو اي مو 3 عفوا، نقلبوا عليه. هو هذا، هو هذا اللي كنا سجلنا دابا في التالي. غادي ندير له اوفرير، ها هو خرج عندي هنايا. دابا من هنايا غادي نمشي لهاد الداش هادي، وغادي ندير له الويريت اي بروم، غادي نولي نصيفطو الكونتور. درت عليه تعديلات ونصيفطو دابا الكونتور، فهمنا؟ فغنرجعو الكونتور من بعد ما خديت الداتا ديال الكونتور، درت عليها التعديلات بداك الداش، الداش دومب، وليت عاود دابا كنولي عاود نردها للكونتور ديالي باش يقرا ديك التعديلات اللي درت له. حنا درنا غير البلاياج ودرنا لي قوي ديال يبقاو شاعلين ديما، هادشي اللي درنا، ما كثرناش علينا. ففيديو غير توضيحي باش اي واحد يختار، يختار انت ممكن تختار شنو باغي دير الكونتور ديالك، شنو الاضافات اللي عجبوك فيه، شنو اللي، شنو اللي ما باينش فيه، شنو الوضوح اللي ممكن تزيد فيه. فالتعديلات انت اللي كتختارها. فنسينو يسالي، لان دابا راه كيولي كرمي دوك الداتا اللي غيرنا عليها غادي تولي ترجع للكونتور ديالنا. دونك ها هو غادي 71. فكنحتاجو هنا هاد جوج البروغرامات، هاد الفاك اي بروم، وكنحتاجو داك الداش دومب، هما اللي كنخدمو بهم هنايا. هاد هادو جوج خصهم يكون عندكم، هاد البروغرامات و الكاكال، وطبعا يكون عندك الكونتور الايمو 3 اللي هضرنا عليه. فدابا صافي سالا الكونتور ديالنا، ها هو دابا حنا دزدنا له الاضافات اللي بغينا حنا. فكما كنشوفوا راه الكونتور ديالنا طفى وشعل، واخا بقاو شاعلين لي كوي ديالنا. فدابا غادي باش نكملوا، باش يولي، غادي نحيد انا الكوز الباتري وغادي نردو، نحيدو واحد 5 ثواني ولا، وغادي نولي نردو باش غادي ديك يولي يرجع الكونتور ديالنا يطبق الاوامر اللي عطيناه في الداتا. فمن بعد ما، من بعد ما قلعت انايا الكوز ديالي واحد 5 ثواني وليت رديتو، فالكونتور ديالنا دابا باش يطبق لنا ها هو، هذا هو البلاياج. اوكي كيمشي ويرجع هكا، وراه غادي يبقاو شاعلين هاد لي كوي، واخا واخا ما تكونش شاعل الضو نتا يبقاو شاعلين. اون فوا دير كونتاك بهاد الطريقة غادي يمشي ويجي، فهمنا؟ انا درت غير لي كوي، ممكن دير هاد لوطونومي يبقاو شاعلين هاد الساعة، وهاد الكونتور تاهما يبقاو شاعلين، ولكن درت غير لي كوي ودرت البلاياج، اضافة بسيطة وفيديو توضيحي. وان شاء الله تكونوا استفدتوا منه. الامور سهله، كاين شي حاجه اللي صعيبه. وتبارك الله عليكم الاخوان، واللي استفد معنا في فيديو وعجبوه هذا المحتوى ديالنا مرحبا، يشارك معنا في القناه ويشجعنا اكثر ان شاء الله ان شاء الله. وتبارك الله عليكم الاصدقاء.